هيئة الأرصاد بتتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حارطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، عشان كده معانا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين. أهلاً بحضرتك، تفاصيل الجو إيه النهاردة؟ طبعا النهاردة بيستمر معنا الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار بدرجات حرارة بتوصل على القاهرة ما بين 35 ل 36 درجة خلال ساعات النهار، وبالتالي خلال ساعات الليل بتكون أيضا الصغرى في حدود 26 درجة، يعني خلال ساعات الليل طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء. الفترة دي طبعا في زيادة واضحة في نسب الرطوبة، وده أمر طبيعي خلال التوقيت ده من العام، لأن دايما بنقول إن ذروة الرطوبة بتكون في شهر 7 وشهر 8، وبالتالي نسب الرطوبة مع الأجواء دي بالتأكيد بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بحوالي 3 درجات إلى درجتين عن اللي بيتم قياسها. عايز كمان أقول لحضرتك إن النهاردة الـ 35 درجة دي تعتبر أقل درجة هتسجلها القاهرة على مدار الأسبوع الحالي، لأنه باقي الأسبوع هتتراوح درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، وإن كانت دي تعتبر أيضا طقس شديد الحرارة، إلا أن الخرائط بتشير أنه على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله مش هيكون في أي درجات حرارة قاسية، كلها ما بين 36 ل 37، وبالتالي استمرار هذا الاستقرار في الأحوال الجوية، ومش هيكون في أي تغير جوهري أو كبير في درجات الحرارة. طيب الحمد لله، يعني طقس مستقر شهر 8 الطبيعي بتاع شهر 8 اللي بيبقى فيه شويه رطوبه عاليه، درجات حراره ما بين 35 و37، صح كده؟ بالتاكيد طبعا طوال هذا الاسبوع هو طقس المعتاد زي ما حضرتك قلتي في شهر 8. بيستمر معنا كمان تكون الشبوره المائيه الخفيفه خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من شمال الجمهوريه، بنتكلم عن القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، بعض المناطق من مدن القناة ومناطق من وسط سيناء، شبورة مائية خفيفة ومعتادة خلال هذا التوقيت من العام، وكمان الرياح في أغلبها معتدلة، يمكن بتنشط أحيانا نشاط خفيف على مناطق سواء من القاهرة أو مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية. نتكلم عن نقطة مهمة وهي نقطة الأمطار اللي موجودة حاليا على مناطق من جنوب مصر، خاصة مناطق جنوب الصعيد. الخرائط بتشير إن فرص الأمطار دي مستمرة معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي، أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان بتؤثر على مناطق من أسوان، الوادي الجديد، إنا، الأقصر، أيضا مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين وحتى مرسى علم. كل المناطق دي عليها فرص أمطار طوال هذا الأسبوع من خفيفة إلى متوسطة بتصل إلى رعدية في بعض الأحيان، يمكن شفنا ده على مدار الـ 48 ساعة اللي فاتوا وكمان مستمرة معانا طوال هذا الأسبوع. بكميات الأمطار دي التي يعني طوال المدة دي ممكن تؤدي بالفعل إلى تشكل بعض السيول على العديد من هذه المناطق الجنوبية بسبب طبيعتها الجغرافية، لكن الحمد لله حتى الآن يمكن الأمور بتمر بسلام نتيجة التنسيق اللي ما بين هيئة الأرصاد الجوية والجهات التنفيذية والمعنية هناك، وإن شاء الله مكملين معاهم في هذه المتابعة وحوالين الحالة الجوية حتى نهاية الحالة بإذن الله. إن شاء الله. طب في أي نصائح هيئة الأرصاد تحب توجهها للناس علشان خاطر الموجة الحارة اللي احنا بنمر بيها دي؟ بالتأكيد في العديد من النصائح. أولا لو اتكلمنا عن أهلنا في جنوب صعيد مصر، طبعا بنأكد عليهم المتابعة اليومية لتحديثات الحالة الجوية والنشرات الجوية، صحيح. متابعة تعليمات السلامة اللي بتصدرها المحافظات الخاصة بهذه المحافظات، من ضمنها طبعا تجنب السفر على الطرق أثناء تساقط الأمطار بشكل كثيف. ايضا تساقط الامطار دي وخاصه انها امطار رعديه بيكون معاها اثاره للرمال والاتربه على الطرق هناك، وبالتالي بتؤدي الى انخفاض مستويات الرؤيه الافقيه على الطرق، وبالتالي تجنب السفر على هذه الطرق اثناء تساقط الامطار. كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه بسبب كميات الاتربه اللي موجوده هناك، اكيد بننصحهم بارتداء الكمامات وغلق الأبواب والنوافذ بشكل جيد قبل سقوط الأمطار مباشرة نتيجة هبات الرياح القوية النشطة المتساقطة اللي بتحصل قبل تساقط الأمطار.
كمان بالنسبة لو تكلمنا عن قطاع شمال الجمهورية، درجات الحرارة على القاهرة وإن كانت من 35 ل 36 إلا أن الإحساس بها لا يزال في حدود 38 إلى 37 درجة مئوية، يعني لا زالت الأجواء شديدة الحرارة. وبالتالي نخلي بالنا كويس طبعا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة لمدة طويلة، وأيضا شرب كميات كبيرة من المية والسوائل طوال ساعات اليوم سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل. لو تكلمنا أخيرا عن البحر المتوسط والبحر الأحمر من حيث حركة الملاحة البحرية وارتفاعات الأمواج، فهي معتدلة تماما. ارتفاعات الأمواج من 1.5 لا تتجاوز ال 2 متر على كل حال، وبالتالي شواطئ مصر سواء الشمالية أو شواطئ البحر الأحمر مؤهلين تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وكمان بالنسبة للمصيفين على هذه الشواطئ. ده خبر جميل جدا وطبعا نصائح مهمة جدا. بنشكر حضرتك دكتور محمود الخياطي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع أن تكون العظمى في القاهرة 35 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 36 25، الإسكندرية 32 24 والعلمين الجديدة 32 23، مطروح 31 24 ودمياط 33 25، بورسعيد 33 26 والإسماعيلية 37 25، ايضا في السويس 37 25، والعريش 34 23، اما كاترين 31 17، وطوبه 36 25، حلايب 34 29، شلاتين 38 31، شرم الشيخ 39 30، الغردقه 40 30، الفيوم 38 24، وبني سويف 38 25، الوادي الجديد 42 25، واسيوط 40 25، سوهاج 41 26، وقنا 43 28، الأقصر 43 28، وأسوان 42 29. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة مع بعض النصائح الهامة من هيئة الأرصاد الجوية، يا ريت ناخد بيها. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمحمد ومنا عشان نتابع فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هاله. شكرا.